عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة رجاء كيتشن. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بصحة جيدة. غادي نقدم لكم في هذا الفيديو بيتزا بعجينة بلاباط ديال الشيفلور، كتجي خفيفة ورائعة جدا وغير مكلفة، وكتوجد في وقت وجيز، يعني دغيا توجد لما كانت عندنا لاباط ديال البيتزا وبغينا نصيبوها. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كما كتشوفوا هنا بديت بالطريقة في نفس الوقت، خديت الشيفلور، مهم الكمية كتبقى على حسبكم. انا هذه هي الكمية اللي غادي نخدم بها. كناخدو الشيفلور وكنحكوه كما كتشوفوا معايا، كنحكوه في الحكاكة الرقيقة. غادي نستمروا بحال هكا حتى نحكوا الكميه كامله اللي عندنا. كيكون على هذا الشكل هذا الرقيق. صافي، ملي نساليو الكميه كامله غادي كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا جوج بيضات، غنحتاجوا الفرماج، موتزاريلا، غنحتاجو هنا واحد جوج معالق ديال الدقيق الابيض او مايزينا، وغنحتاجو واحد الملعقه صغيره ديال البيكنج باودر اي ما يعادل خماره وحده. غندوزو للطريقه. غادي ناخذ داك الشيفلور ديالنا اللي حكيناه، غنزيدو عليه البيض، نوعو شويه في طريقه تحضير الشيفلور. هنا نضيف جوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض، نضيف الفرماج. في هذه المرحله الفرماج ماشي ضروري ولكن كيزيد واحد البنه وتعليك رائعه. انا هنا عندي الفرماج مخلط ما بين موتزاريلا وشيدار. هنا ضفت واحد الملعقه صغيره ديال بيكنج باودر خمارة الحلوى، وغادي نضيف الملح، مهم الملح على حسب الذوق. غادي نضيف القزبر، قزبر يابس، وغنضيف القليل من الكمون، إبزار، وغادي نضيف كذلك القليل من بودرة الثوم غارليك. وغادي نضيف كذلك شوية السكر، كيبقى اختياري كمنسمات، أنا كيعجبني نضيفه قزبر يابس. هذه كتبقى فكره للعشاء، او لا يمكن لنا نحضروها حتى في مائده الفطور، كتجي رائعه جدا. صافي، وغادي نخلط جميع المكونات، تولي عندي بحال العجين. صافي، ومن بعد ما تجمع لي العجين ديالي غناخذ واحد الصفيحه. انا خديت هذا المول هذا اللي كيتحل ودرت فيه ورق الزبده باش ما تلصقش ليا. صافي، غادي نحط فيه داك الخليط وغادي نسرحه.
داكشي يعطيني واحد الشكل ديال لاباط عجينه. كما كتشوفوا معايا صافي، انا في هذه المرحله شعلت الفران وغادي ندخلها الفران حتى تشد راسها. كما كتشوفوا معايا دخلتها الفران صافي، غير غادي تشد راسها، ما غاديش تاخذ وقت كثير، غادي نخرجها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي صلصه طماطم، وعندي هنا الزيتون الاسود، وعندي هنايا الثوم اختياري، مهم الحشوه اللي بغيتو. هنا عندي الفرماش، هادشي باش غادي نعمر هاد لاباط. كما كتشوفوا معايا خرجتها من الفران، وهنايا غادي ناخد صلصه الطماطم وغادي نسرحها فوق من لاباط ديالي، غادي نوزعها بالكامل، ومن بعد غادي نسرح فوق منها التونه، وغادي ندير الزيتون، وغادي ندير فوق من الفرماش موتزاريلا. كيف ما قلت لكم كتبقى الحشوه اختياريه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا وتخليوا لي التعاليق ديالكم تحت الفيديو. ولا كان عندكم اي استفسار او شي حاجه بغيتوني نديرها في القناه، يمكن لكم تواصلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، راني كنخليهم تحت من الفيديو، كاين الروابط ديالهم تحت من الفيديو.
هنايا وصلنا نهايه الفيديو. هنايا بعد ما ساليت غادي ندخلها الفران، غير غيدوب عليها داك الفرماج صافي، وغادي نخرجها كما كتشوفوا هي خرجتها صافي، وغادي نحيد لها ورق الزبده وغادي نقدمها في صحن تقديم. كتجي رائعه، خفيفه بزاف، مذاق رائع جدا. جربوها البنات وما تنساوش تقولوا لي كيفاش جاكم في التعليق، وتخليوا لي لايك ديالكم ودعموا القناه ديالي، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. نخليكم هاد الساعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.